أنا في البداية بوجه التعزية لكل المصريين وللجيش على الشهداء اللي سقطوا امبارح، بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقول لكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي. في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه؟ الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكم وكلام الكل المصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود، عمود مصر. هو انتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ هو انتوا يا مصريين ناويين ترجعوا الدولة مرة تانية؟ هو انتوا بتتحركوا في كل الاتجاهات وتحققوا نجاح في كل حاجة؟ لا، مش مطلوب ان مصر تنجح. انا بكلمكم يا كل المصريين، انتبهوا، انتبهوا لما يحاك لنا، انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه، متوقعينه، واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7، من قبل 3/7. واحنا عارفين ان ده مشوار احنا هنمشيه، وامر احنا هنقابله. وكنا بنقول يا يقابلوا المصريين يا يقابلوا الجيش، فقلنا الجيش يقابله. مش عايزين نتهز. اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا، ازاي؟ بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. وانا قلت مره قبل كده، ده سقط وفي شهداء سقطوا قبل كده وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضيه وحرب كبيره. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. ما نتلخبطش، نزعل نتأثر لكن نبقى عارفين أبعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا. أنا ما بقلقش إلا من حاجة واحدة بس، خوفي عليكم أنتوا يا مصريين، لكن أي حد تاني وأي تحدي تاني وأي تهديد تاني لا، ما بيشغلنيش. طول ما المصريين، وأنا بتكلم، طول ما المصريين واقفين ومنتبهين ومش ناسيين ان الهدف كان اسقاط الدولة ديت، ومش هتسقط بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المصريين اللي موجودين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ده. بقول تاني، كل التحديات اللي موجودة تهون وكل المشاكل اللي موجودة تهون طالما الشعب المصري منتبه وصامت. هو مع جيشه وشرطته كده، مع أجهزة الدولة كده. هو حد هيخش بيننا وبين بعض ويلخبطنا ولا ايه؟ حد هيخش بين الشعب المصري وبين جيش مصر وبين أجهزة الدولة في مصر ويلخبطه ولا ايه؟ ده الخطر الحقيقي علينا، الخطر الحقيقي علينا كده، ان احنا نبقى دايما شايفين التحدي وعينينا عليه. احنا ثابتين ومتحركين في اتجاه هدف واحد، اعادة الدولة المصرية الى مكانتها ويزيد، اعادة الدولة المصرية الى مكانتها ويزيد. ده مش سهل، ده عايز صبر وفي معاناة،
وفي ألم وفي دم، كلنا هندفع بس عشان خاطر بلدنا، بلدنا دلوقتي وبلدنا للأجيال القادمة. محصلة العمل خلال الشهور اللي فاتت ضخمة جدا، حتى في مكافحة الإرهاب ما بيسقط كل يوم من الإرهابيين دول بالعشرات. احنا مش بنقول يبقى في رد فعل سعيد بكده، لكن على الأقل مقدر لكده. في شهور في إرهاب بيتم قتاله بقاله شهور، وفي عشرات من القتلى على مدى الأسابيع والشهور اللي فاتت، المئات من الإرهابيين دول تم تصفيتهم. انتوا عارفين سينا دي كانت هتبقى عاملة ازاي؟ دي كانت هتبقى كتلة إرهاب وتطرف لا يستطيع أحد أن يتخلص منها. وأنا قلت أن المعركة في سيناء معركة ممتدة، مش هتخلص أبدا في أسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين. من فضلكم احنا ثابتين وراسخين كلنا، ومحدش أبدا هيقدر يكسر لا إرادة المصريين ولا إرادة الجيش، ولا أبدا حد هيقدر يخش بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته. ده الخطر الحقيقي. احنا النهاردة ومبارح خدنا إجراءات، والإجراءات اللي خدناها النهاردة هتبقى في إطار التطور اللي حصل ده، يجابه تطور من عندنا. والمنطقة الفاصلة بين أو المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع لابد هيبقى في إجراء بيتعمل عشان ننهي المشكلة دي من جذورها، مشكلة رفح والمنطقة الحدودية. في إجراءات هتتخذ كتير خلال الفترة القادمة. اطمنوا وخليكم. أنا بقول للمصريين اطمنوا، ودايما تكونوا عندكم أمل في الله سبحانه وتعالى أولا، وثقة في الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في نفسكم. إن شاء الله لازم الغد هيكون أفضل، لأن أنا بقول دايما الهدف هو البناء والإصلاح، مش الهدف هو الهدم والقتل. ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيدعم غير البناء والإصلاح. ما ينفع الناس. مرة تانية البقاء لله سبحانه وتعالى، وتعزيتي مش أبدا لأهالي الشهداء، لا، التعزية لينا كلنا كمصريين، لأن دول أبناء مصر وسقطوا من أجل أن تبقى مصر، وستبقى إن شاء الله مصر، ستبقى إن شاء الله مصر. اوعوا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.